حيث المبدأ أقولها صريحة وأدري تكلفني كثيرا ولكن أقوله من حيث المبدأ أنا لا أقبل أن الإصلاح يتم من خلال التوتر بالشارع وبالمظاهرات منه. هذا الطريق مغلق وخطير وله نتائج لا يعلم أحد أنه أين تنتهي. أبدا لا يمكن لأحد أن يتوسل بالشارع لإصلاح ماذا؟ لإصلاح المؤسسات الدستورية والقانونية. والآن أنا متى أتكلم عن التوقيت؟ لأن البعض الآن يشير إلى مشكلة التوقيت وأن الآن الساحة العراقية مبتلات بعدو، هذا العدو يريد يدمر العراق، كله صحيح هذا، ولكن أنا دا أتكلم حتى لو العراق وضعه طبيعي فحل أو الإصلاح يتم من أي طريق؟ هل يصح عن طريق المظاهرات والشارع أو لا يتم؟ الجواب من حيث المبدأ كموقف بيني وبين الله، سموه موقف وطني ديني شرعي أي شيء تسمونه، موقفي أنني لا أوافق على أن الإصلاح للمؤسسات يتم من خلال التوسل ماذا؟ من خلال التوسل بالشارع، هذا فضلا عن التوقيت الذي الآن تمر به الساحة العراقية. المحور الثالث، إذن ما هو الطريق؟ الطريق إنما يمر لتنفيذ الإصلاح من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية، وإلا الله أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الله ماذا؟ في نظم أمركم. وإذا أردنا أن نتوسل بالشارع بعد يوجد نظم أو لا يوجد نظم؟ لا يوجد نظم، كل واحد يخرج إلى الشارع ولنا يحقق الإصلاح من طريقته الخاصة. نصل إلى نتيجة ولا نصل؟ تكون فوضى. هسا يا ليت أم تكون فوضى خلاقة، سوف تكون فوضى ماذا؟ غير خلاقة، فوضى مدمرة مغلقة. التفتوا لي عزم، إذن من أين؟ يمر من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية وتقويتها للقيام بماذا؟ للقيام بمهامها، وخصوصا أن أولئك الذين يخرجون الآن إلى الشارع هؤلاء لهم ممثلون أين؟ في قبة البرلمان، يعني بإمكانهم أن يضغطوا من خلال وجودهم القانوني على المؤسسات الدستورية والقانونية والقضائية لتصحيح ماذا؟ لتصحيح المسيرة عزم. وهذا أصل أعتمده، لأنه لا بد للناس من إمام. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ لا بد لهم من إمام ماذا؟ بر أو فاجر. تقول سيدنا لهم ظلم، أقول كله، والحمد لله رب العالمين. أنا من أوائل الذين قلت أن هذه العملية سياسية عرجاء، لو ليست عرجاء ولكنه خير من عدم ماذا؟ خير من عدم النظام وخير من الفوضى أعزائي. هذا المحور الثالث أعزائي. المحور الرابع، وهذه محور أساسي لا بد أن تلتفت إليه جميع القوى السياسية أعزائي، وخصوصا تلك القوى السياسية التي لها شارع ولها أتباع وتستطيع تحريك الشارع. أعزائي أتمنى عليكم جميعا، على القوى السياسية وخصوصا هذه القوى بالذات، أتمنى عليهم جميعا وأتوسل إليهم جميعا ألا يستفيدوا أو ألا يجعلوا أمن المواطن وكرامة المواطن بل ودم المواطن وسيلة للمنافسات الانتخابية. ومع الأسف الشديد هذا الأمر ده يحصل، يعني أنه عندهم مع الأسف الشديد أن الغاية تبرر ماذا؟ تبرر الوسيلة. يعني هناك مشاكل انتخابية أو منافسات انتخابية، ولكن من خلال من أعزائي؟ من خلال هذا الشارع ومن خلال هذه المنافسة في الشارع. ولهذا عليكم أن تستعينوا واقعا بالطرق التي تحفظ كرامة المواطن، أمن المواطن، رفاه المواطن، بل دم المواطن، لأجل ماذا؟ لأجل المنافسة الانتخابية، لا أنه أن تضحوا بكرامته ودمه لأجل ماذا؟ لأجل أمور انتخابية.